أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة عدم قدرة طواقمه على التعامل مع العدد الهائل من الاستهدافات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع. وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف خيام ومدارس النازحين في القطاع، وأشار إلى أن واقع المنظومة الصحية شمالي القطاع مأساوي مع استمرار العدوان، محذرا من توقف مهام الدفاع المدني في أي لحظة بسبب شح الوقود.